مستعده وبتقنن اوضاعها في جميع بلاد العالم، واحنا بنبحث هذا الامر. يعني ممكن بعد كده تقدم هذه الخدمات للمواطنين بفلوس من قبل الشركه اللي انا متفق معاه ومتعاقد معاه. ما حضرتك سكايب ما بتدفع الناس فلوس، مين قال ان سكايب ما بتدفعش الناس فلوس؟ لا ما هو انا بدفع اشتراك النت وخلاص. لا معلش، لا حضرتك بنتكلم هنا على سكايب على الموبايل. وكل الكلام بتاعنا على سكايب الموبايل، سكايب اللي هو على النت ده احنا مش ده اللي بنتكلم فيه خالص. طب امال ايه سكايب موبايل ده؟ ما هو سكايب موبايل مع عن طريق، لو انا برضه مشترك على النت على الموبايل بدخل من سكايب. لا بيبقى له بروتوكولات معينه عشان الموبايل، مختلف عن السكايب اللي على النت. حضرتك سكايب اللي على النت بيكون من مكان ثابت على بي سي بتشتغلي بيه. اذا لا 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 يا فندم، انا موبايلي عليه سكايب على الموبايل بطلب منه دولي لمجرد ان انا مشتركه في النت. وهكذا فايبر وتانجو كله. ما هو يا واحده، ما هو احنا بنتكلم يعني انه لازم يكون في تقنين لوضع هذه الشركات. طب يعني لازم يعني اللي انا اقصده دلوقتي ان انتوا بعد كده هتقدموا لنا الخدمات دي بس هتدفعونا فلوس، بدل ما كانت ببلاش هندفع بقى عليها الفتره اللي جايه فلوس. لا ما هو انا بقول لحضرتك يعني دي موضوع تراخيص، ده هي مش يعني العمليه ما هياش بتسبب، مش اي واحد هيقدم خدمه اتصالات كده وخلاص. ايوه طيب. انا فهمت يعني، حضرتك مش هسترح بيها صراحه، بس يعني انا فهمت الموضوع. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمرو بدوي رئيس المرفق القومي لتنظيم الاتصالات في مصر.